مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، ونرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ فيها افتتاحية بعنوان سيادة بلدنا المنتهكة. مرت أيام على قصف قوات التحالف الدولي موقعا في بغداد، وتوالت ردود الفعل عليه مجمعة على كونه خرقا للسيادة العراقية، فيما عدى أحدهم الجيش العراقي موسميا في فيديو تداوله مدونون. ويبدو أن موضوع السيادة هو آخر هموم منظومة المحاصصة، إذ عندما يحدث الخرق دوليا ويتجاسر على السيادة يتوجب على الأقل استدعاء سفير البلد الماني وتوجيه اللوم لبلده، وقد تصل الأمور إلى تقديم الاستقالات أو الرد بالمثل، لكن كل ذلك لا يحدث في العراق. يبدو أيضا أن الحكومة تتعامل مع الأمور لحظة حصولها، وما من خطط استراتيجية وسياقات عمل ثابتة تقوم على برنامج ومنهاج راسخين. والدليل هو مسارعة رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة لبحث إنهاء الوجود الأجنبي بعد حادثة شارع فلسطين، ولم نسمع ردا رسميا على اتهام الجيش العراقي بأنه مؤسسة استعراض سنوي. ويقينا أن السيادة ستبقى تنتهك ما لم يضمن الأمن والاستقرار ببناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وعلى أساس الولاء للوطن والمواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيدا عن التحزب الضيق والمحاصصة. ومن صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان العراقيون في 2024 بين التشاؤم والأمل. يقول الكاتب: قد تكون محنة العراقيين مع سنواتهم التي تنتهي من دون تغيير ملموس أو أمل يرتجى بالتغيير نحو الأفضل ليست مجرد نظرة متشائمة، وإنما هي معطيات واقعية، إذ كيف يمكن للعراقي أن يشعر بالتفاؤل ويأمل في تحسين أوضاع حياته اليومية ومن يحكمه لما يقارب 20 عاما لا يزال أو لما يقارب 20 عاما لا يزال يتمسك بقوة بنظرية المؤامرة لتبرير فشله وخيبته في إدارة الدولة؟ وغالبا ما نتمسك بخيط رفيع من الأمل بتغيير الحكومات، إلا أننا سرعان ما نكتشف أننا نخدع أنفسنا بأوهام التغيير. ليس إلا لأن المشكلة في المنظومة السلطوية وليس في تغيير الأشخاص الذين يقودون الحكومة. ورغم كل الخراب والفوضى التي أسستها الطبقة السياسية الحاكمة والقوى الفاعلة في الحكم، نجد العراقيين يصرون على أنهم يتمسكون بحلم العيش في دولة تعيد الاعتبار لهويتهم الوطنية. محنة العراقي أنه يرى أمام عينيه ثرواته تسلب وتنهب من قبل حكام تسلطوا عليه بعنوان شرعية الانتخابات، وآخرين يريدون أن يتسلطوا بعنوان شرعية الجهاد والمقاومة، وقبلهم ضاعت ثروات العراق وشاع الفساد والفوضى بفضل حكم زعامات سياسية كانت تدعي أنها تعارض النظام الديكتاتوري. ويرى أيضا أن هذه الطبقة السياسية ما عادت تشعر بالعار من اتهامها بالخيانة والولاء للأجنبي وتنفيذ أجندته لتدمير العراق. لم يعد العراقي يفكر في منافسة دول مثل ماليزيا ولا سنغافورة ولا اللحاق باقتصاديات دول الخليج، وإنما بات مطلبه الرئيس من الحكومة وأحزاب السلطة مغادرة خطاب سوف نعمل وندعو، فلم يعد الزمن يتحمل مزيدا من الوعود الفارغة والاستذكاء والتعالي على الجمهور بخطابات بائسة والمرور البارد على آلام الناس ومعاناتهم. المواطن العراقي يريد أن تكون الكهرباء حاضرة ولا تصبح همه الشاغل، ويريد مستشفيات توفر له الرعاية الصحية لا أن يدخل إليها يبحث عن الشفاء ويغادرها على سرير الموت، ومدارس لأطفاله تكون مراكز للتعليم لا مقرات تؤشر للفوضى والخراب في قطاع التربية، ويريد ضمانا للعيش بكرامة وشوارع نظيفة وصالحة للسير فيها.
ومن صحيفة العربية الجديد نقرأ مقالا بعنوان العراق بين سياسة البؤس وبؤس السياسة للكاتب عبد اللطيف السعدون. ينقل الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل عن صديقه الروائي خورخي لويس بورخيس أنه كثيرا ما كان يردد أن السياسة أكثر الفعاليات البشرية بؤسا، ونحن لا نجد اليوم مثالا يدلل على صواب ما قاله بورخيس أقرب من تجربة العراق التي مثلت قمة البؤس في السياسة بحسب الكاتب الذي يتابع. كنا نطمح إلى أن تكون مصداقا لما قرأناه عن فن إدارة شؤون الدولة، ووقائع 20 سنة معجونة بالمرارة والمعاناة عرفتنا بكثير مما كنا نجهل أو نتجاهل بعض هذا الكثير. إن الولايات المتحدة نقلت عند غزوها البلاد بعض أصدقائها أو بعض عملائها من العراقيين ممن اعتادوا العيش في الأزقة الخلفية لدول الغرب والجوار، وصنعت منهم طبقة سياسية وسلمتهم مفاتيح بغداد فوضتهم إدارة شؤون الدولة على النحو الذي تريده. ولم يكن أغلب هؤلاء يفقهون شيئا لا في الإدارة ولا في السياسة. على مدى أزيد من 20 سنة لم يتمكنوا من تقديم منجز واحد يحسب لهم. أكثر من ذلك أن المنجزات التي حققها العراقيون منذ استقلالهم الأول قبل 100 عام وحتى الاحتلال اختفت تدريجيا، ليس اعتباطا ولا مصادفة، وإنما جرى ذلك عن سبق إصرار وترصد بلغة رجال القانون. وقد خسر العراقيون من الثروة والأرض والبشر ما لم يخسره شعب من الشعوب في العصر الحديث، وما كان مرسوما بعناية حدث بالفعل. تحول العراق إلى دولة فاشلة فقدت السيطرة على أراضيها وشرعنت استخدام القوة ضد مواطنيها، وفشلت حكوماتها المتتالية في اتخاذ قرارات ذات فعل مؤثر على أيما صعيد، كما لم تتمكن من توفير الخدمات المطلوبة منها وارتفعت فيها معدلات الفساد والجريمة، ما أوجد بيئة صالحة لنمو الميليشيات والمافيات التي تمكنت من النفاذ إلى قلب مؤسسات الدولة لتأخذ حصة وازنة في تشكيل الحكومات. شأنها شأن أي أحزاب سياسية مهتمة بالوصول إلى السلطة لتنفيذ برامج معينة، وهذا ما نراه شاخصاً أمامنا في توليفة حكومة محمد شيع السوداني الحالية التي تضم وزراء ممثلين لميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وممولة منه، وهذا يعكس أحد أوجه الهيمنة الإيرانية على القرار العراقي. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالاً بعنوان محرقة غزة والمواقف العربية المشينة للكاتب محمود النجار. يقول فيه: ترك عام 2023 خلفه أرضاً تحترق ودماء تنزف وجروحاً تئن وسماء تعج بالأرواح الصاعدة. ترك خلفه أطفالاً رضعاً وشيوخاً ركعاً وأمهات يشتكين إلى الله ظلم ذوي القربى. فقدوا أعز أهليهم وأحب أصدقائهم وجيرانهم. لم يبق بيت ليس فيه دم وجراح، ولا حي ليس في أزقته آلام وأتراح. هدمت الدور على رؤوس ساكنيها. مضى العام 2023 بعد أن أسلمنا للعام 2024، ولم يزل شلال الدم الفلسطيني يهدر لأشهر، ولا تسمع صوت هديره أو لا تسمع صوت هديره عروش ورقية وحكومات هشة وجيوش كسيحة وجنرالات منومون العار يصيب وطننا العربي والإسلامي كله. لا توجد دولة واحدة بريئة من دم أطفالنا ونسائنا. لا نلوم الكيان المحتل ولا الولايات المتحدة ولا دول أوروبا، فهم أعداء، لكننا نلوم المحسوبين على أمتنا، المتآمرين على شعبنا، الساعين إلى دمارنا والقضاء على قضيتنا. الدول العربية تقوم بدور وضيع لتكريس الوجود الصهيوني في الشرق الأوسط بصفته قوة مسيطرة عسكريا وسياسيا، على عكس ما يجب أن تقوم به لو كان ثمة كرامة وحمية لديها. فهي تتعامل مع الكيان الصهيوني بكثير من التنازل الفج عن كرامتها الوطنية ومصالحها وسمعتها ومكانتها الدولية.
إنها تسعى مع الكيان الصهيوني لاستكمال مخططات الأخير في غزة والضفة الغربية. لم تكتفي دول عربية مهترئة أخلاقيا بالوقوف ضد شعبنا وقضيتنا والتماهي مع أهداف الكيان الصهيوني في قطاع غزة. يبدو أن المفاجأة التي حققتها المقاومة في عملية السابع من شهر تشرين الأول أكتوبر أغاضت بعض الحكومات العربية التي لم يرق لها أن تنجز حركة ثورية فلسطينية هذا الإنجاز لسببين: الأول أن هذه الحكومات لم تقم بأي إنجاز كبير يجعلها تحس بقيمتها كدولة ذات حضور كالذي فعلته حركة تحرر فلسطينية، والثاني أن ما قامت به المقاومة هز عروشهم وكشفهم على حقيقتهم، لذلك فهم يرغبون بالقضاء عليها لينفذوا مشاريعهم المتفق عليها مع الكيان المحتل خدمة للأجندة الصهيونية في المنطقة. الآن نقرأ مقالا للكاتب مأمون الفندي بعنوان إسرائيل الإبادة الجماعية ومحكمة العدل الدولية. يقول في مقاله: تستمع محكمة العدل الدولية للدعوة التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا متهمة فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما تعرفها معاهدة جنيف 1948 أنها إبادة جماعية وتطهير عرقي في الوقت نفسه. أهم ما في هذا الحدث التاريخي هو تسليط كاميرات الإعلام وتركيز العقل الجمعي العالمي تجاه سردية جديدة في هذه الحرب أساسها القانون الدولي وليس دعاية الأطراف. فهل ستعزز هذه المرافعة العدالة الدولية أو تزيد من تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتزيد من تعنت الولايات المتحدة التي هي شريك أساس في الحرب على غزة؟ المهم في دعوى جنوب أفريقيا أنها تميز بين جرائم الحرب والإبادة، وهذان أمران مختلفان. فمثلاً الهجوم الأمريكي البريطاني على مدينة دريسدن الألمانية في أثناء الحرب العالمية الثانية كان جريمة حرب استهدفت المدنيين، ولكن لم ترق لمستوى الإبادة الجماعية. ويمكن القول إن بداية الحرب الجوية الإسرائيلية تقع ضمن جرائم الحرب، أما ما جاء من بعدها من غزو بري وتشريد لأهل غزة وكذلك تصريحات لأعضاء الحكومة الإسرائيلية ونياتهم بما في ذلك الحديث عن ضرب غزة بالسلاح النووي فيوحي بأننا أمام نية مبيتة لإبادة جماعية متكاملة. هذا ما يجعل قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متماسكة، خصوصا أنها مدعمة بالمعلومات الموثقة التي تشمل ممارسات الجيش الإسرائيلي وتصريحات القادة العسكريين والسياسيين، ما يثبت نية الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، كما أن التصريحات المتعلقة بالرغبة في نزوح أهل غزة إلى سيناء أو التهجير الطوعي لبلدان أخرى كلها تؤكد نية التطهير العرقي والإبادة. تجميع كل هذه المعلومات في ملف واحد هو عمل شاق ومكثف قدم في أكثر من 80 صفحة بالصورة التي تجعل القضية متماسكة وتعزز من فرص صدور حكم فيها ضد إسرائيل. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين،
لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ونعرض صورا من صحيفة القدس العربي، حيث أغلق محتجون مؤيدون للفلسطينيين عدة جسور ونفقا في مدينة نيويورك، وذلك للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا في وسط الطرق ورددوا هتافات بينما كانوا يعرقلون حركة السير على جسور بروكلين ومنهاتن وليامزبورغ فوق نهر إيست ريفر. وكذلك عند نفق هولاند الذي يربط مدينة نيويورك بنيو جيرسي مرورا بنهر هدسون. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يمكن 9 أشهر اللي ورا والحمد لله الحال واقف تماما، اذا كان في الدراسه، اذا كان في مرتبط المعلمين والمعلمات تحديدا، اذا كان في الايجار، ولاد حول الامر كله الشباب، يعني طلابنا وطالباتنا ديل وحتى التلاميذ والتلميذات الان يعني تايهين. الاسره قاعد تعاني، احنا قاعد نعاني، المعلمين قاعد يعانوا. الآن هنالك مدرسة أغلقت أبوابها وسلمت العيون المستأجرة وسرحت المعلمين، بقت 3 مشاكل. أصحاب البيوت يكون الواحد له 2 أو 3 شهور ما دفع عليهم، ما حيقدر يدفع عليهم، دي مديونية عليهم مديونية بتاعت مرتبات معلمين، معلمين فقدوا الآن وظائفهم، الطلاب فقدوا مدارسهم. والآن نتابع، أو بعد متابعة هذا الفيديو نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله.